أعلن اليوم وزير الثروة الحيوانية الدكتور محمد النظيف يوسف الحملة الوطنية لتطعيم الأبقار والأغنام في كافة الأراضي الوطنية ضد مختلف الأمراض التي تصيب المواشي. تقرير إشراق عبد الله رحمة. وسط حضور كبير من أهالي قرية جريكر والسلطات الإدارية والعسكرية والتقليدية بإقليم حجر لميس، أطلق وزير الثروة الحيوانية الدكتور محمد النظيف يوسف الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية لتطعيم الأبقار والأغنام في 18 إقليماً ضد الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية التي تعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث مولت هذه الحملة من قبل البنك الدولي واللجنة الإقليمية لدول الساحل لمكافحة الجفاف. في مستهل هذه المناسبة رحب الأمين العام للإقليم حجر لميس صبي بكور بالحاضرين، مؤكدا أهمية هذه الحملة بالنسبة للرعاة. من جانبه وزير الثروة الحيوانية الدكتور محمد النظيف يوسف لدى إطلاقه هذه العملية سمن جهود الحكومة على وجه العموم ورئيس الجمهورية على وجه الخصوص على الأهمية التي توليها الحكومة لصحة الثروة الحيوانية. الانطلاقة الرسمية لحملة تطعيم الماشية ضد مرض الالتهاب الرئوي المعدي للأبقار، مرض انفشفاش وطاعون الأغنام جدري الغنم دورة 2017 و2018. هذا الحضور الحاشد لمربي الماشية وكذلك بقية الفاعلين في مجال الثروة الحيوانية يؤكد حقا الضرورة والاهتمام اللذان يؤكدان أهمية قطاع الثروة الحيوانية والذي يحتل مكانة مرموقة في الاقتصاد الوطني. هذا وفي نهاية المناسبة عقد الوزير لقاء عمل مع ممثلي الرعاة بهدف حثهم على الاهتمام بصحة الثروة الحيوانية بالبلاد.